صباح الورد والفل والياسمين على كل متابعينا ومتابعين قناة جنتي. يا رب العام الجديد يبقى عام خير وبركة وسعادة وسلام على العالم أجمع. هنزرع البلكونة وهنحولها من مكان مهمل لجنة نلتقط فيها أنفسنا بعد عناء يوم طويل. هقول لكم إزاي نختار النبات المناسب لبلكونتك، وكمان بعض الأفكار لتزيينها، وكله حسب الميزانية. خليكم معايا لآخر الفيديو. أهلا بيكم مرة تانية. 99.9 مننا يمتلكوا بلكونات داخل المنازل، لكن انقسمنا هنا لنوعين. النوع الأول ترك البلكونة للكراكيب وأهملها، والنوع الثاني جعل من البلكونة جنة ومكان للراحة والسكينة يلتقط فيه أنفاسه بعد عناء يوم طويل. من أكثر الدول الأوروبية اللي مهتمة جدا بجمال الشرفات والبلكونات روما وأسبانيا، مش بس كده ده بيعملوا ليها احتفالات وأعياد. بما إنك وصلت معايا للجزء ده من الفيديو، يبقى أنتوا خلاص قررتم هتحولوا البلكونة من مكان مهمل وتزرعوه وتخلوه مكان وجنة للراحة والسكينة. هقول لكم على بعض النقط الأساسية والرئيسية اللي لازم على أساسها هتختاروا النبات اللي هتضعوه أو هتزرعوه في البلكونة. أول حاجة مفروض نتكلم عنها ضوء الشمس، وكمان هنتكلم كيفية اختيار الأسس وكمان التربة، وإيه نوع النبات المناسب لبلكونتك، وكمان نوع السماد علشان تحصل على نبات قوي وصحي. لو جينا نتكلم عن الأسس، هنقول هتبقى حسب الميزانية اللي انتوا حاطينها للبلكونة، لأن الأسس عندنا بيبدأ أسعارها من 10 جنيه وانت طالع ممكن يوصل ل400 جنيه، فده حسب الإمكانيات وحسب الميزانية. التربة هتختلف حسب نوع النبات اللي احنا هنختاره. يعني لو نباتات ظلية يبقى لازم في الوقت ده هنستخدم البتموس، لأنه هيكون أفضل تربة مناسبة للنباتات الظلية. أو لو كانت نباتات محبة للشمس ومحبة للضوء، ممكن نستخدم معاها التربة المختلطة اللي بتتكون من الرمل والسماد العضوي والطمي. وأهم نقطة في الموضوع معانا هو الضوء أو ضوء الشمس، مكان البلكونة ونسبة الضوء اللي واصلة للبلكونة من أشعة الشمس. لو أشعة الشمس مباشرة، في الحالة دي هتختار معاها نباتات محبة للشمس، ولو كانت أشعة الشمس الواصلة قليلة أو شمس مغربلة، منطقة شبه ظلية، في الحالة دي هتختار لها النباتات الظلية. طيب لو البلكونة بتاعتي ماشية مع الاتنين، يعني فيها جزء شبه ظليل والجزء الآخر في أشعة الشمس سطعة، في الحالة دي ممكن تحط فيها النوعين من النباتات، تحط فيها نباتات ظلية وتحط فيها نباتات محبة لضوء الشمس. معايا في الجزء الجاي هنتكلم عن ما هي النباتات المناسبة أو المحبة لضوء الشمس، وما هي النباتات الظلية، وإزاي هنختارها مع بعض. لو البلكونة عندك بيوصلها ضوء الشمس مباشر وقوي، في الحالة دي عندنا بعض النباتات التي تتحمل الحرارة ومحبة جدا للضوء، زي عندنا الوينكة، وزي عندنا كمان الياسمين بأنواعه كلها، سواء الياسمين البلدي أو الياسمين العراقي أو الياسمين الأحمر. ممكن نعملها بشكل متسلق جميل جدا. وكمان عندنا الصبريات بأنواعها، سواء الصبريات القزمية أو الألوفيرا، أي أنواع من أنواع الصبريات اللي محبة وبتتحمل الشمس. عندنا كمان الهيبسكس الجميل بألوانه الرائعة وزهرته، وهي زهرة الجمال، جميلة جدا وبتعطي المكان بهجة ورونق رائع جدا، وألوانها جذابة جدا وصريحة. وعندنا كمان بعض النباتات الأخرى زي نبات عصفور الجنة بشكله الجميل، هو نبات محب للشمس ويتحمل الحرارة، وكمان هيعطي لك البلكونة شكل رائع ومنظر خطير. كمان عندنا نبات الكلانشو بألوانه وأزهاره الجميلة، والزهرة بتظل أكتر من شهر وشهرين على النبات،
وكمان ألوانه صريحة ومتعددة، منها الأحمر والبرتقالي والأبيض والأصفر. نيجي بعد كده لنبات جميل اسمه نبات البنتاس أو النجمة المصرية، وعندنا كمان نبات أم كلثوم بألوانه الجميلة وزهرته وألوانها الجميلة المبهجة متعددة الألوان. الزهرة واحدة ممكن تحمل أكتر من لون، بتعطي المكان بهجة ورقي وجمال. لو انت بقى محب للنباتات العطرية، في الحالة دي عندك كمان مسك الليل. مسك الليل من النباتات الجميلة جدا، وريحتها وقت المغربية بتبقى جميلة جدا، تخلي المكان كده جنة. طبعا انا بذكر لكم الانواع على سبيل المثال وليس الحصر. النباتات التي تتحمل أشعة الشمس كتيرة جدا، وكل ما تبحث هتلاقي أنواع مختلفة وأنواع مميزة وجميلة جدا. طب لو أنت بقى بتحب الأعشاب، في الحالة دي ممكن تختار مجموعة من النباتات العشبية، منها هتعطيك ريحة جميلة وفواحة، وكمان هتستخدمها أو هتستخدميها داخل المطبخ، زي عندنا الريحان، عندنا اللافندر، عندنا الميرامية، وكمان الزعتر بأنواعه. ومن جمال الأعشاب إنكم مش بس هتستخدموها في المطبخ وكمان هتعطيكم منظر جمالي وريحة فواحة عطرية جميلة، لا ده كمان ما يميزها إن لها بعض الاستخدامات الطبية الجميلة جدا اللي ممكن تعرفوها من خلال متابعة الفيديوهات، هسيبها لكم في صندوق الوصف. نروح للجزء اللي بعد كده. له أشعة الشمس اللي بتوصل للبلكونة أشعة مغربلة، أو ضوء الشمس اللي واصل للبلكونة ضوء قليل. في الحالة دي هذكر لكم بعض الأمثلة عن بعض النباتات الظلية اللي في متناول الجميع اللي ممكن نضعها في البلكونة. ممكن عندنا نبات جلد النمر أو جلد الثعبان، من النباتات الجميلة جدا اللي بيمشي مع كل الأجواء. عندنا كمان نبات السجادة بألوانه الجميلة الصريحة المبهجة، نبات جميل جدا. وعندنا البوتس ممكن نستخدمه في شكل معلق، وأيضا ممكن نضع له دعامة يتسلق عليها، بيبقى شكله روعة وغاية في الجمال. بيطلقوا عليه كمان نبات قلب عبد الوهاب، هو لأن ورقته بتاخد شكل القلب، ومن النباتات البسيطة السهلة جدا. عندنا كمان نبات الشفرلة من النباتات المبهجة، وبيتلون ورقها حسب ضوء الشمس الواصل ليها، يعني اللي بتتعرض للشمس ورقتها بتاخد بعض اللون الأصفر. وكمان عندنا بعض النباتات الأخرى زي الأنتوريوم ونبات السنجيوم أو رجل البطة، من النباتات الجميلة جدا والسهلة والبسيطة وسريعة التكاثر، بتملأ المكان بسرعة فظيعة جدا. وكمان اللبلاب الإنجليزي جميل جدا، من النباتات المتهدلة الجميلة والمتسلقة، بتدي شكل جميل جدا للمكان. وأيضا عندنا بعض النباتات الأخرى زي البامبو، وكمان كزبرة البئر، نبات المحار، العنكبوت، كل دي من النباتات الجميلة جدا اللي ممكن تزرعها في البلكونة وتزين بيها بلكونتك. في نقطتين كمان مهمين جدا لازم نتكلم عنهم، وهي الري والتسميد. ري النباتات، لا أروي النبات إلا بعد جفاف التربة، حتى أحافظ على جذور النباتات من التعفن وأحميها من بعض الأمراض والفطريات. التسميد، عندنا نوعين من التسميد، التسميد الكيميائي، وده أنا ما بحبوش وببعد عنه، ولكن لو اضطرينا ليه تمام. هنستخدم NPK بنسبة مخففة، يعني معلقة صغيرة على لتر مية، ونروي بيها النبات. في عندنا بقى الأسمدة الطبيعية اللي بنصنعها من مخلفات المطبخ، هسيبها لكم في صندوق الوصف بعض الوصفات اللي عملناها على القناة باستخدام بقايا المطبخ في صنع أسمدة جميلة جدا ومفيدة جدا للنباتات، وأهم حاجة إنها غير ضارة. المبيد الفطري يا جماعة، لازم نلاحظ نباتاتنا كويس جدا، ولو ظهر عليها أي فطريات في الحالة دي هنستخدم إما مبيد فطري من الصيدلية الزراعية، أو المبيد الفطري اللي عملته معاكم في القناة وهتلاقوه في صندوق الوصف، وهو من منقوع الثوم. وتعالوا مع بعض نشوف بعض الأفكار لتزيين البلكونة. يبقى كده زرعنا البلكونة، وتعرفنا على طرق الري، وكمان التسميد،
وامتى استخدم المبيت الفطري، وكيفية اختيار النباتات المناسبة للبلكونة حسب كمية الضوء. وكمان اتعرفنا على اختيار التربة، وكمان كيفية اختيار الأسس. الأفكار البسيطة دي هتساعدنا في تزيين البلكونة ووضع النباتات بشكل منمق ومنسق. وكمان ممكن نستخدم بعض المعلقات اللي نضع فيها بعض النباتات، زي نبات المسبحة ونبات اللبلاب والعنكبوت والمكحلة الخضراء والبوتس. كل النباتات دي ممكن نستخدمها في شكل معلق جميل جدا، بتدي بهجة وجمال للبلكونة أو لأي مكان بتوضع فيه. ممكن نضع بعض الكراسي المريحة وأيضا بعض الترابيزات الصغيرة اللي نستخدمها في وضع المخبوزات أو وضع الشاي، كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها أو هنشربها داخل البلكونة. كل الأفكار الجميلة اللي موجودة دي اختاروا منها حسب إمكانياتكم. البلكونة يا جماعة مكان مهم جدا جدا، مكان ناخد فيه نفسنا بعد عناء يوم طويل. اللي هتحس بكلام دي المرأة العاملة أو ربات البيوت بعد ما يخلصوا شغل البيت، وبعد ما يخرجوا من المطبخ وعناء اليوم الطويل والإرهاق مع الأبناء، بنحتاج مكان كده نختلي فيه مع نفسنا، نتفكر في خلق الله، نشوف الجمال، نشرب كوباية شاي مع نفسنا. هي بقى البلكونة اللي هتبقى مكانك المفضل. يا رب أكون من خلال الفيديو قدرت ألم لكم كل المعلومات اللي كنت تعرفوها عن زراعة البلكونة أو كيفية استغلال البلكونة في إيجاد مكان مريح للأعصاب، في صنع جنة ليكي داخل منزلك. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم المرة الجاية مع فيديو جديد ونبات جديد ومعلومة جديدة. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.